العلم سترقى أمتنا ونجوب الدنيا داعينا، إن رحب الفكر تسامينا وسمت في الأفق مساعينا، بالعلم سترقى أمتنا ونجوب الدنيا داعينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شباب، لبس عليكم بخير، كنتمنى إن شاء الله تكونوا مزيان. إذن هاني لجميع الناجحين بالتوفيق، وفقكم الله وسدد خطاكم ويسر أموركم، ثم هنيئا لكم النجاح. فقد بدأ يعني وضع النتائج في مسار ديال الامتحان الجهوي والمعدل العام بصفة عامة، إذن هنيئا لكم جميعا إن شاء الله تبارك وتعالى. وأرجو منكم يعني تكتبوا لنا النتائج ديالكم في المواد كيفاش كانت باش يستفدوا منكم الأصدقاء ديالكم، وكذلك التلاميذ اللي حصلوا على نقاط ممتازة الله يرضى عليكم. كنطلب منكم واحد الطلب وما تردوش لينا، هو تكتب لي في التعليقات المنهجية اللي خدمتوا بها في الاستعداد للامتحان الجهوي، باش ان شاء الله حتى التلاميذ اللي جايين في المستقبل اللي عندهم الثانية اعدادي او الاولى اعدادي يستفدوا منكم ان شاء الله، باش حتى هما في الامتحانات المقبلة ان شاء الله ديال الثالثة اعدادي يحصلوا على نقاط ممتازة، وكذلك التلاميذ ديال السادس اللي كانوا متفوقين وحصلوا على نقاط ممتازة حتى هما يكتبوا لنا كيفاش راجعوا باش يستفدوا منهم التلاميذ ان شاء الله. اذا بغينا ان شاء الله هذه القناة هذه يستفدوا منها التلاميذ جميعا من منهجية ومن الدروس، باش ان شاء الله الجميع في المستقبل يكون من المتفوقين ومن الناجحين. ثم اعود اقول هنيئا للناجحين، وبالنسبه للتلاميذ اللي كانت عندهم نقاط ضعيفه ومع ذلك نجحوا اقول لهم المزيد من الاجتهاد ان شاء الله، لان هذه النقطه هذه ما عندهاش تاثير. لكن الامتحان الجهوي ديال الاولى بكالوريا راه النقطه فيه مهمه، لهذا خصكم تجتهدوا في الاولى ثانوي في السنكيام ان شاء الله باش في الاولى بكالوريا في الجهوي تحصلوا على نقاط ممتازه ان شاء الله تبارك وتعالى، باش نفعكم في الباك، لاننا خصنا نشوفوا بعيد الله يرضى عليكم ان شاء الله، نشوفوا المستقبل باش ان شاء الله تكون عندنا واحد الخطه واحد المنهجيه ديال العمل. وان شاء الله حنا دائما معكم في القناه، سنعطيكم كل ما تحتاجون له، ليس فقط المواد وانما الخطه والمنهجيه ديال النجاح، هذا هو الاهم، وهذا مشروع كنخدموا عليه في القناه ان شاء الله. اذا خليكم معنا في القناه دائما باش تستافدوا ان شاء الله تبارك وتعالى. ثم اعود واقول هنيئا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.